يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا في هذه اللحظات كما نشاهد تم إخراج الطفل المغربي ريان الذي يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات وهو مفارقا للحياة. الكل في العالم العربي أجمع كان ينتظر خروجه وهو سالما معافى، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل إرادة. هنا تم إخراجه وإدخاله في سيارة الإسعاف، وتم نقله بسيارة الإسعاف. عند إخراجه طبعا البعض كان يظن أنه ما زال حيا، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى لم تشاء ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في جنات النعيم وأن يجمع أهله بهم في جنات الفردوس. اللهم آمين.